بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للمزيد من العمل الصالح وطاعة الله سبحانه وتعالى. في مثل هذه الدقائق الأولى من هذه الحلقة، أود أن أثير قضية في أذهاننا جميعا أيها الأحبة، من باب التذكير ليس إلا. نحن للأسف الشديد في خضم المشاكل، الحياة ومسائلها وتعرجاتها ومصائبها، للأسف الشديد نلهو ونغفل عن أننا مربوبون لرب العالمين، عن أننا نغفل عن أننا برعاية الله سبحانه وتعالى وتحت قدرته وإرادته وتوفيقاته وهيمنته علينا. نرى كثير من الناس للأسف يعتمد على قدراته الخاصة، على علاقاته الخاصة والإمكانيات التي بين يديه، ويتصور أنه هو قادر على كل شيء، ويغفل أنه لولا عناية الله، لولا رعاية الله، لولا توفيق الله هو لا شيء. نغفل واقعا، كثير منا يغفل عن هذه القضية، وهذا أمر خطير. يعني نبتعد عن الله ونتصرف كأننا مستقلون في قضايانا، أنا أشتغل وأنا أرزق وأنا أعمل وأنا قادر وأنا هاي أنا، والابتعاد عن لطف الله والخضوع لله وذكر الله، هذا كلها في واقع الحال تضر ضررا وتؤثر تأثيرا كبيرا في حياتنا. بعض الناس نعم عندهم كفاءات، ولكن خلي يعرف أن هذه الكفاءة لولا عناية الله، لولا رحمة الله، لولا نعمة الله عليه بالصحة والسلامة والذهن الجيد، الصحة التامة، ما استطاع أن تكون له كفاءة. كفاءة من أين تأتي؟ كفاءة تأتي من إمكانيات الصحة والسلامة والعين الباصرة واليد القادرة والذهن المفتوح، البال المرتاح. طبيعة الحال الإنسان تنمو كفاءاته، أما الإنسان المريض، الإنسان العليل، الإنسان اللي في الواقع عنده مشاكل في حياته، ما تتاح له أن يحصل على فرص، فإذا ترجع إلى من؟ عناية الله سبحانه وتعالى. واقع هذا، إحنا لو لم نذكر الله سبحانه وتعالى يوميا بهذا الاتجاه، أنه لولا الله إحنا لا شيء، لولا عناية الله إحنا صفر، لولا توفيق الله نحن لم ننجز شيء، هذا الشعور إذا ما يكون عندنا نطغى وعلى حال نلهو وننسى فضل الله علينا ورب العالمين على أي حال يتصرف معنا كما نحن. شوف الرواية عن أمير المؤمنين، رواية انصافا جميلة تنبه إلى هذه النقطة بشكل كبير، أرجوكم أن تنتبهوا إلى هذه الرواية. عن علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال رسول الله، أمير المؤمنين ينقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من أصبح يعني مو بس الصبح، لا، من أصبح يعني من لم يكن، يعني ما الإنسان اللي يعيش وما عنده الأمور هذه، أصبح يعني يعيش ويكون،
أصبح مو أنه فقط الصبح، لا أنا الآن، الآن وقت المغرب، إذا ما أكون بهذا الوضع الرواية تشملني. من أصبح ولا يذكر أربعة أشياء، رسول الله يقول إذا واحد يعيش حياته وما يذكر أربعة أشياء مهمة أخاف عليه زوال النعمة. رسول الله يقول أنا أخاف عليه هذا، الله عليه حال يعني يرفع إيده عنه، الله بعد ما يدير لبال، والنعم اللي عنده شنو تروح عنه. زين، نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله شنو هالأمور الأربعة اللي إحنا لابد أن نذكرها، لابد أن نلتفت إلها نذكرها، مو أنه بيدي سبحة أذكر، لا لا، أن ألتفت، ألتفت ودائما يكون ذهني مشغول بهالقضية هذه. شنو هي الأمر الأول؟ أولها أن يقول هالشيء المهم، أن يقول الحمد لله الذي عرفني نفسه ولم يتركني عميان القلب. يقول أنت دائما لازم تذكر أنه أنا لو رب العالمين ما هداني، لو رب العالمين ما نبهني إلى نفسه أن الله موجود، أن الله قادر، أن الله رازق، وأنه إحنا عبيد، عبيد مربوبون ومخلوقون لله سبحانه وتعالى، هذا الشعور لابد يكون دائما عندنا. ليش؟ لأنه هذا الأمر إذا ما أشكر الله عليه، إذا ما أشكر الله عليه رب العالمين يرفع عني هاي الهداية، فإذا رفع عني هاي الهداية سأتيها، واقعا سأتيها. أنا أرجوكم إخواني الشباب والأخوات الفتيات، أرجوكم أن تشوفوا بعض الحوارات أو بعض السجالات للأشخاص اللي عندهم مشكلة في العقيدة أو عندهم مشكلة في الفكر، عندهم مشكلة في الانتماء. أنا أتابع بعض الأشخاص اللي يبحثون عن الحقيقة، مسيحية تبحث عن الحقيقة، يهودي يبحث عن الحقيقة، بوذي يبحث عن الحقيقة، مسلم يبحث عن الحقيقة، يشوف يبحثون عن الحقيقة ما يدرون وينها. تقول الوحدة من الأخوات تقول أنا 17 سنة أبحث عن الحقيقة ومتيها وما أدري شو أسوي، وبعدين يشوف بصيص أمل في قضية معينة تتحرك باتجاهها. رب العالمين هدانا، رب العالمين خلانا في على حال، في نعمة، في بيئة، في في أسرة، في نسل، نسل طيب طاهر. هذه لابد أن نشكر الله، الحمد لله الذي عرفني نفسه ولم يتركني عميان القلب. هذا الأمر الأول لابد دائما أذكره، أنه لولا الله لما اهتديت. هذا الأمر الأول. ثانيا، وأن يقول الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله. هذه نعمة أخرى، سمرة أنا متوجه أن الله موجود، هذه يسموه شنو؟ نعمة التوحيد. نعمة التوحيد، مو إنسان مشرك، مو إنسان ملحد، مو إنسان عليه حال لا ديني، لا، الله موجود، أوحد الله وأن الله سبحانه وتعالى. هذا الحمد الأول، نشكر الله على أننا عرفنا ربنا وعرفنا خالقنا ولم يجعلنا شنو؟ لم يجعلنا تائهين. هذا الأمر. أمر الثاني، نحمد الله على أنه عرفني رسول الله صلى الله عليه وآله وصرت من أمته، يعني صرت مسلما. فنحمد الله على التوحيد ونحمد الله على الإسلام، على الإسلام. لا تقول سيدنا احنا كبرنا وكذا وشنو شفنا، لا، انت روح ابحث عن اللي في الواقع ما يدرون وين الحقيقة، شوف شقيد هم متأذين، شقيد قلقين. شاب انا تابعته وهو على حال ملحد، ملحد، شقيد متألم، يقول أنا ما جاء أحصل الحق وين، ما جاء أفهم وين الحقيقة. زين، بس أقول له ابحث وراح إن شاء الله يوصل، هو كان قريب إلى الحقيقة، بس شوف ذاك شقيد ما أصرف وقت في أن يحصل على الحقيقة، وأنت رب العالمين أعطاك هذه النعمة على أن تكون مسلما وتابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الأمر الثاني.
الثالث أن يقول الحمد لله الذي جعل رزقي في يديه، الشكر على الرزق، جعل رزقي في يديه ولم يجعل رزقي في أيدي الناس. هاي شكد نقطة مهمة. بعض الناس دكاترة، مهندسين، حرفيين، أصحاب مهن أو على حال تجار، يتصور أن رزق بيده، رزقي لأني أنا درست وصرت دكتور فرزقي بيدي، لأن أنا مهندس وصرت بلي درست وصرت مهندس فرزقي بيدي. هذا غلط. رزقنا بيد الله رب العالمين. شوف واحد عنده إمكانيات هائلة بس فقير، وشوف واحد مولانا أمي ما يعرف يقرأ ويكتب، ولكن رب العالمين جعل رزقه مفتوحا لأنه يشتغل في الأرض وفلاح ويحصد ويزرع. فالقضية رزق الله سبحانه وتعالى بيده، رزق الناس بيد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي جعل رزقي بيده ولم يجعله في أيدي الناس. ليش؟ لأن أيدي الناس في الواقع يمنون عليك، يحقرونك، يذلونك. الله لا يجعل رزقنا بيد الناس، أن يكون رزقنا بيد الله. هذا الثاني، عفوا الثالث. والرابع يقول الحمد لله الذي ستر ذنوبي وعيوبي ولم يفضحني بين الناس. الشكر على الستر، الشكر على الستر، شكد مهم هذا الشكر. إخواني صدقوني، المشاكل اللي تصير بالمجتمع، فضايح وذنوب معاصي وإجرام، فشي مهول والله العظيم يا إخوان. وأنا أقسم قاصد القسم الشرعي، المسائل والمشاكل اللي توصل لي إلي، مئات الآلاف المشاكل ما توصل لي. والله العظيم بعض الحين أقول شلون رب العالمين ما يخسف بينا الأرض، شلون رب العالمين راحمنا بهالإجرام اللي يجي يصير بالمجتمع، إجرام أخلاقي، إجرام على أي حال اقتصادي، إجرام اجتماعي. شلون يجرمون في أموال اليتامى، يجرمون في أموال الناس، يجرمون في حقوق النساء، يجرمون في أنفسهم شهوات، فجور، فسق. بس الله ساتر. أكو رواية وايد جميلة يقول لو تكاشفتم لما تدافنتم. يقول لو واحد يكشف الثاني بعد ما حد يدفن الثاني، يعني ما حد أصلا يدير باله، لما يموت يقول بالجهنم خليه جيفة، من كثر ما ينفضح الإنسان يسقط من عين البعض. الله ساترنا، لذلك واحد يحترم الثاني. الله ساترنا، واحد يتواصل ويا الثاني. لو نتكاشف الله أكبر، لا أسلم عليك ولا أسلم عليه، لا أجيك ولا تجيني. لو تكاشفنا حقيقتنا توضحت، الله أكبر، مصيبة. فنحمد الله على الستر، نحمد الله على الستر. إذن رسول الله أراد من عندنا أربعة أشياء، شو نسويها؟ دائما نذكرها، دائما نذكرها. أولا نحمده على التوحيد، أننا نوحده سبحانه وتعالى. ثانيا نحمده على رسالة رسول الله، وأننا من أمة رسول الله كمسلمين. اثنين نحمده على أن أرزاقنا بيده لا بيد الآخرين، اللؤماء، اللؤماء، ناس لؤماء، أن الله يجعل رزقي بيده هو. هاي ثلاثة. ونحمده على الستر والعافية، على الستر والعافية. زين، آخر هذا الحديث عندي مسألة أقولها وهواي لطيفة، هواي لطيفة. رسول الله أدى حكاية هواي حلوة. يقول له واحد يقول حكايتين كلمتين، لو يقولها الصبح الله يأمنه طول النهار أن لا يتفاجأ ببلاء. بعض الشباب يشوفهم بس يروح للدوام أو يطلع كذا، اتصلت زوجته، تعال 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 ابنك طاح ورجله انكسرت، تعال ما أدري كذا الكهرباء اشتعل، ما أدري البيت اش صار بي. يسموه مفاجأة. هل مفاجأة في البلاء؟ هذه المفاجأة في البلاء هو يصير بحياتنا، هو يصير بحياتنا. شوفون يتصلون، تعالوا هاي السيارة انقلبت، فلان انصدم، فلان انكسر، فلان احترق، وهي اللي يجي نشوفه احنا. رسول الله يقول انتم اذا سويتوا قلتم هذا الشيء، قلتم هذا الشيء،
كأنما تأمين، كأنما ضمان، الله يسلمك من هالمفاجآت المزعجة. يلا، من يريد أن لا يتفاجأ بمفاجآت وبأخبار مزعجة وبقضايا مزعجة بحياته؟ إذا تريد هذا الشيء تعال احفظ هاي الكلمات وقولها 3-4 كلمات، مو هواية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. واضح الكلمات، بسم الله. منو الله؟ الله الذي لا يضر مع اسمه، مع اسم الله، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رسول الله يقول إذا قلت هالكلمة الصبح طول النهار أنت في مأمن من المفاجآت التعبانة، وإذا قلت في الليل قبل ما تنام تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تقول في الليل للصبح أنت تنام رغد، لا واحد يزعجك، وقوم وإجا السيل وإجا الطوفان وإجا ما أدري بتك كذا، ابنك صار مفاجآت المتعبة والمزعجة الله يأمنك منها. يلا خلي يعني نقرر أن هذا الشيء دائما نذكره. شوفوا هذا يعزز الرواية الأولى، أن دائما نذكر الله، نلجأ إلى الله، نستحضر الله في حياتنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يقول من قال لما الرسول قال من قال حين يصبح هذه الكلمات لم يفاجئه فاجئة بلاء حتى يمسي، يعني حتى يصير الليل، ومن قالها حين يمسي يعني بالليل لم يفاجئ فاجئة بلاء حتى يصبح. الحمد لله اللي احنا كل ما نرتبط بالله، كل ما نذكر الله، كل ما نلتصق بالله سبحانه وتعالى رب العالمين، ماذا ينزل علينا؟ رحمته، ويراعينا ويرعانا بكرمه بلطفه. وأنا أقول كلمة أخيرة، الوقت أخذني، أقول كلمة أخيرة، دائما إخواني يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد يقول هذه نقولها وقت المصيبة، لا لا لا، دائما دائما. أنا أقوم الصبح أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كل شيء بيد الله، وأتوكل على الله. هذا إنصافا يجعلني أنا مستند على ركن ركين، مستند على قوة هائلة. شوفوا البعض عنده عشيرة يستند إلها، البعض عنده شهادة يستند إلها، البعض عنده حزب يستند إلها، مستقوي بالحزب، مستقوي بالشهادة، مستقوي بالعشيرة. الإنسان الذي يستقوي بالله، الله هو الركن الوثيق يلجأ إليه الإنسان. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هاي شوفوا الإنابة والتوكل واللجوء، هذا كله في الواقع يعزز توفيقنا ويعزز عناية الله لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى، خصوصا آباء الأمهات، إخواني دائما أذكر الله، أقول يا رب استر أولادنا، يا رب استر بناتنا، يا رب إحنا ما قادرين، واقع ما قادرين بهالهجوم المعرفي والتواصلي والمواقع والفساد الموجود، يا رب ما نقدر احنا، يا ربي انت اعنا في تربية اولادنا، انت يا ربي اهدنا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. نعم، اذا اكو بصمة او اتصال تفضلوا. نعم تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. انا كنت سؤالي كان كيفية غسل الجنابة، علما أنه أنا أقلد السيد علي الحسين السيستاني، للتأكد فقط. يعني أنا سؤال الأخ واضح، يسأل عن كيفية غسل الجنابة،
وطبيعة الحال تعرفون إخواني أن غسل الجنابة هو غسل للجنابة، وأكو غسل للميت، يعني إذا واحد مس ميت يغتسل غسل مس الميت، أكو غسل للحيض، المرأة إذا حاضت تغتسل غسل الحيض، أكو غسل للنفاس، المرأة إذا ولدت وطهرت بعد 10 أيام شنو تغتسل غسل النفاس، أكو غسل جمعة، أكو غسل زيارة، أكو غسل ليلة القدر، أكو غسل ليلة عرفة، أكو غسل على أي حال الأغسال المختلفة، غسل الإحرام، غسل الطواف، أكو أغسال بعضها مستحبة بعضها واجبة. فالأخ لما يسألني عن غسل الجنابة هو يسألني عن كيفية الغسل، بس أنا راح لما أقول كيفية الغسل هذا ما مختص بالجنابة فقط، لأن الغسل واحد الكيفية وحدة، ما عندنا كل شيء له غسل خاص، والله الحائض تغتسل بغسل خاص بالحيض، لا 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 لا، الغسل كيفيته وحدة، طريقته وحدة، نوعية وشكل الغسل واحد، بس الأسباب تختلف، غسل للجنابة، غسل للجمعة، غسل للحيض، غسل للاستحاضة، هذه العناوين أو هذه الأسباب هذه ما تغير نوعية الغسل، غسل واحد. فالأخ لما يسألني عن غسل الجنابة واحد لا يقول الحمد لله احنا ما مبتدئين بالجنابة، لا لا، أنت لما أقول لك هذا الغسل شنو راح يفيدك شلون تغتسل غسل الجمعة وشلون تغتسل غسل المس الميت، واضح حبيبي؟ فالغسل يا أخواني هي كيفية واحدة، الغسل كيفيته واحدة، شلون واحد يدخل للحمام بلا إشكال، دخول الحمام بنية الغسل هو بحد ذاته ناوي، ما يحتاج أن يتلفظ النية، ليش راح الحمام؟ أي تغتسل، ليش تغتسل؟ لأن الله رايد من عندي الغسل لله، فغسل لله، غسل قربة إلى الله، فأنت هاي النية موجودة في ذهنك، فالنية موجودة في بالك كافي، تفتح الماي دوش أو صوندة أو أي شيء وتبدأ تغسل راسك ورقبتك، الرأس والرقبة كاملة، الرأس والرقبة، ما يحتاج داخل الأذن ولا يحتاج داخل الأنف ولا يحتاج داخل الفم، بس مظاهر الرأس والرقبة كاملة تغسلها الرقبة، زين؟ بعد ما تخلص شوي أطلع من تحت الماي وارجع إذا كان دوش، وابدأ غسل الجانب الأيمن، هاي إيدي من هنا أنزع الخاتم إذا كان الخاتم يمنع الماي، أبدأ أغسل إيدي كلها كامل تحت أبطي، هالجانب كله الجانب الأيمن كله أغسله، جانب الأيمن ورجلي اليمنى ظاهرها يعني واجهتي وخلفي كاملة، ظهري نص ظهري والمقعد والرجل، أغسل الجانب الأيمن كله والعورة أيضا تنغسل، بعد ما أخلص أغتسل الجانب الأيمن، هذا الجانب الأيمن إيدي اليمنى تحت أبطي والكتف والصدر ووراء ظهري ورجلي اليسرى والعورة أيضا إلى القدم، هذا غسل الجنابة، هو غسل الحيض، هو غسل النفاس، هو غسل مس الميت، هو غسل الجمعة، هو كل الأغسال، فالأغسال كلها كيفيتها واحدة. الأخ قال لي أنا حتى أطمئن يظهر عنده وسوسة، حبيبي هذا هو الغسل، ولا تعب نفسك زايد، حاول أن تغسل بها، كم مرة تغسل؟ هي مرة واحدة، يعني ما يحتاج أن أغسل الجانب الأيمن مرتين، لا، مرة واحدة تغسلها كامل وكافي، ما يحتاج تكرار. نعم نعم الأخ مازن تفضل يا مازن. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك؟ عظم الله أجرك. بارك الله عظم فيك. عظم الله أجرك باستشهاد الحمزة. الله يبقى أحسنت 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 على هذا التذكير الله الجيد. الله يحسن إليك يا سيد. أشكرك أشكرك. أقول لك سيدنا. بلي. عندي فد سؤالين حتى تعطينا رقمك الخاص إن شاء الله. تفضل حبيبي. بس سؤالين، السؤال الأول سيد، مثلا الأرض إذا بيها نجاسة. إيه. مع الحيوانات يعني كلاب وقطط وغيرها وغيرها. بلي. مثلا واحد يزرعها.
شنو حكم الزرع التنزيعي؟ يعني لوكال طاهر الزرع يعني؟ هذا السؤال الأول. سؤالك الأول، ثاني السؤال الثاني سيدي. والله شنو حتى راح من بالي، يعني صلى الله عليه نسيت. زين، خلي نجاوب سؤالك الأول وإن شاء الله تعالى ما تذكر بعدين اتصل علينا. مشكور يا أخ مازن، إن شاء الله. حبيبي حبيبي، أولا أنا أشكر أخ مازن أنه ذكرنا باستشهاد الحمزة ابن عبد المطلب. حمزة سيد الشهداء، حمزة عم الرسول، حمزة عم الرسول وبطل الإسلام إنصافا، وقدم ما قدم في سبيل نصرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كأخيه أبو طالب. أبو طالب رب النبي صلى الله عليه، ولكن حمزة دافع عنه عندما توفي أبو طالب، هو قام بمسؤولية الدفاع عن الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن هند بنت أبي سفيان لعنهم الله جميعا عليها حال قتلته عن طريق وحشي، فتأذى النبي صلى الله عليه وآله يعني حزنا شديدا على وفاة حمزة، واستأجر نساء حتى يبكين على حمزة وحسب تعبير ويرثين حمزة. يرثين يعني يقرن مصيبة ونعي على حمزة، وكان في الواقع يتأذى إذا ما يشوف ناس يتذكرونه ويبكون عليه. حمزة سيد الشهداء، حمزة إنصافا لابد أن نستذكره. أنا أشكر أخ مازن ذكرني، قال لي ترى اليوم استشهاد حمزة، الله يعطيك العافية على هذا التذكير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نعرف قدر أصحاب رسول الله الأوفياء، أهل بيت رسول الله الأوفياء الذين في الواقع وقفوا وصمدوا في تبليغ الرسالة. الأخ يسأل سؤال عجيب، هذا السؤال يقول أرض بها نجاسات وكلاب وبول الكلاب وفضلات الكلاب، وهذا لما نزرعها الأرض الزرع يطلع طاهر لو نجس؟ حبيبي حبيبي، الزرع شيء والنجاسة شيء آخر. نعم الأرض التربة قد تكون نجسة، السماد يكون نجس، ولكن الزرع الله سبحانه وتعالى طلع طاهر مطهر. احنا عندنا من الأشياء اللي موجودة في المطهرات هو شنو؟ الاستحالة. الاستحالة يعني شنو؟ يعني شيء كان نجاسة صار تراب، نجاسة إذا صارت تراب بعد تصير شنو؟ تصير طاهرة. الاستحالة مثل واحد خشبة، عنده خشبة نجسة يحرقها صار رماد، هذا الخشبة النجسة إذا صارت رماد صارت طاهرة، الرماد طاهر. فالأشياء إذا تبدلت تصير طاهرة، فتبدل النجاسات يجعلها طاهرة، فالزرع طاهر وتأكل إن شاء الله تعالى بعافية وهناء. نعم أبو محمد تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو سيدنا، سؤال بالنسبة البلاءات. البلاء إيه؟ نعم، بلاء الدين صار اللي بيه حوالي سنين. الدين إيه، أريد أخلص من عنده وجاي أدعي جميع الأدعية وجاي أتابع إنسان يلقي أحاديث وهذا بالصحن الحسيني بني. بس ما جاي يصير أكو فايدة. أكو حديث للنبي يطينا شلون تخلص من الدين، يعني فد آية قرآنية أو حديث أو دعاء معين، يا ريت توضح لنا. أبو محمد حبيبي، بس سؤال عندي منك تسمح لي؟ تفضل. الدين الإنسان قد يقع فيه، ولكن بعض الأحيان الإنسان قد يتصرف تصرفات يجعل الدين متراكم عليه. يعني أنا متداين مليون بس أريد حتى أسدد المليون، شو أسوي؟ أروح أشتري دولار بالفايز أو بالربح حتى أسدد مليون، ولكن راح يصير علي مليون ونص، والمليون ونص إذا سدده يصير مليونين. أنا تصرفي يجعل الدين متراكم. أنت من أي نوع عندك دين؟ الدين اللي مو بهالطريقة. العفو سيدنا، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الثمرات. أحسن. هو الدين واحد، سواء من إيدك أو بلاء من رب العالمين. أنا أريد أعرف حديث معين يعني، أو إذا موجود أو إذا ما موجود فنعم. مشكور عليك. مشكور يا أخ محمد. حياك الله. حياك الله حبيبي. الأخ أبو محمد عليه حال سؤال واضح، يقول أنا مبتلى بدين، ورب العالمين هم بالقرآن يقول على أنه نحن نفتنكم ونبتليكم بنقص من أموال والأنفس والثمرات. صحيح الله سبحانه وتعالى يبتلينا
بنقص من الثمرات. ولكن بعض الأحيان يا أبو محمد إحنا تصرفنا تصرف نجعل أنفسنا في بلاء. جاني واحد قبل فترة يقول أنا مديون، هو يقول أنا مديون فقط 10 ملايين. الله شاهد يا أخوان، هاي قصة مو من الخيال، جاءني أحد وقال أنا 10 ملايين كنت مديون، بس حتى أسدد 10 ملايين رحت أخذت الربا وأخذت بال حسب تعبير بالفائز، وهاي 10 ملايين الآن، هو يقول الآن 10 ملايين 200 مليون. 200 مليون يعني 20 ضعف. ليش؟ سوء تصرفي. ورب العالمين يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله رب العالمين يقول أنت اللي في الواقع رحت الطريق اللي هو غلط، تريد الست حفرة تحفر حفرة أكبر، والست حفرة الأكبر تحفر حفرة أعمق وهكذا. أما إذا لا، الله ابتلانا بعد قلة رزق باعتبار أنه على حال ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، مو أنه أنا سوء تصرفي. حسب تجربتي أنا جاء أتكلم عن تجربتي وأقولها بصدق، يعني بدون أي أقولها، وأنا لو أريد أتكلم معاكم أو عن ما جرى لي في حياتي في المهجر، واقعا شقد أنا عانيت ما عانيت، وبعد الرجوع للبلد شقد عانيت. فرأيت أنا شخصيا، جاء أتكلم مو أنه واحد ناقل لي، أنا شخصيا رأيت بهذا الأمر اللي راح أقوله لكم كم من فرج يفتح وباب إنصافا يفتح بشكل غريب وعجيب. وما أريد أذكر بعض القصص، قد واحد يقول هذه دي يذكر كرامات، لا لا لا، أنا أذكر كرامة الله وما راح أذكرها طبعا، لأن قد يصير نوع من يعني تزكية النفس على أنه أنا خوش آدمي، لا لا لا. أقول رب العالمين هو خوش رب، رب العالمين هو رؤوف. والشيء اللي أذكره لكم هو اللي في الواقع قايله رب العالمين، ذاكر أن في القرآن الكريم، وإذا تردون أقرأ لكم الآية أقراها لكم، أنه رب العالمين يعلمنا طريقة لاستدرار الرزق وفتح باب الرزق وقضاء الديون بشكل كبير جدا. أنا خلي أطلع لكم الآية، بلي الآية هذه، في سورة هود، في سورة هود آية 52. ويا قوم، من يجي يتكلم؟ النبي إلى أصحابه، نبي ذلك الزمان. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عن الرزق، ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعطيك العافية بشنو؟ الاستغفار. وفي آيات أخرى أيضا يذكر على أن الله سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الاستغفار يزدكم، شوفوا العبارة، يزدكم من الرزق الحلال. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويرزقكم من الأموال والبنين وما إلى آيات الاستغفار. أنا فترة طويلة جاء أقول يا جماعة والله الاستغفار باب رزق وباب هناء وباب كذا، ما يحتاج مولانا أمور من هنا وهناك، والله تعالى فلان سوي فلان قضية وروح لفلان كذا واختصر غسل المال. أبدا، الاستغفار بنية الرزق. اللي ما عنده أولاد راح يصير عنده أولاد، اللي ما عنده فلوس الله يفتح عليه. الاستغفار أيها الأخ الكريم، هذا واحد، هذا واحد. اثنين، سورة الواقعة أيضا أنا مجربها وأتكلم بملء فمي، جربت سورة الواقعة في شيء عجيب غريب. الواقعة وهي سهلة الحفظ طبيعة الحال، إنسان يقرأها، وهذه على حال مفيدة أيها الأخ الكريم. وأهم من هذين، يعني أهم من الاستغفار وأهم من قراءة سورة الواقعة، أن تثق يا
يعني يكون عندي إيمان أن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر جعله مفتاح رزق. استغفروا ربكم يرسل عليكم السماء مدرارا ويرزقكم من الأموال والبنين وما إلى ذلك. هذا في الواقع يكون عندي إيمان لي، مو أنه لأنه قال السيد خلينا نجرب بالله، هاي نجرب برا، لا، أن الله هذا اللي قاله أنا أسمع كلام الله، الله قال وأنا أذهب إليه بهذا الطريقة. فمفتاح الرزق أيها الأحبة هو هذا الذي قلت لكم، على أنه نستغفر الله بنية الرزق ونقرأ سورة الواقعة كل ليلة أو كل يوم إن شاء الله تعالى أيضا. وأنا أيضا أدعو لكم جميعا، اللهم فك دين الأخ واقض دينه وأرح باله، تعبان يظهر الأخ تعبان من الديون، اللهم أرح باله وخفف عنه هم الدين الذي أخذ منه مأخذا عظيما. نعم نعم. مازن مرة أخرى اتصل. مازن سؤالك الثاني ذكرته. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. شنو سؤالك الثاني سيدنا؟ سؤال الثاني ذكروني بي. شنو السؤال الثاني ذكرته؟ ايه تفضل. سيدنا يجوز للمرأة أن تتيمم وتصلي وهي واضعة عجينة الحنة على شعرها؟ أن تصلي والحنة على رأسها؟ أي نعم سيد، هذا وياك أخوي على سيد. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. تبارك حبيبي شلونك؟ سلمكم الله، بارك الله بك، يعطيك العافية، عظم الله أجرك بشهادة الحمد لله. الله يبارك فيكم، قضى الله حوائجك وبارك الله بكم، مشكورين مشكورين. سيدنا أريد أسألك سؤال، جزاك الله ألف خير الجزاء، يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. تفضل حبيبي. سيدنا أنا شو اسمه كنت قبل جيت ما أحبنا من كنت تجدين سيدنا، ما اعرف هذا الشيء اللي يفطر بالصيام سيد، صار طويل انا لسه بعد ما صاير سيد لحاله شمره يعني قويه يعني، بس القديم كنت ما اعرف بهذا يفطر يعني. يعني وقت هذا شلون يعني؟ وقت الصوم، وقت الصوم اي يعني لسه بعد ما صايم انا، بس القديم سيد انا كنت ما ادري هذا يفطر يعني، ما اعرف والله كفيلك الله. يعني كنت تجنب نفسك يعني؟ اي بارك الله بك سيدي. مشكور يا اخي. فبعدين الله عرفت هذا الشيء يفطر ولا سنوات. مشكور مشكور مشكور، حياك الله. الاخ مازن يسال انا انه المراه يمكن ان تصلي وعلى راسها الحنه. شوف حبيبي، المراه ما في اشكال ان تصلي وعلى راسها الحنه، بس بشرط ان تكون متوضيه قبل ما تضع الحنه. الحنه معجون، الحنه معجون عجينه تخليها براسها، وهاي العجينة تبقى ساعات حتى تلون شعرها. بس إذا متوضية قبل الحنة، قبل ما تخلي الحنة متوضية وماسحة راسها بشكل صحيح، فتقدر تصلي والحنة على راسها ما في مشكلة. أما إذا الحنة على راسها وتريد تتوضى، وضوءها ما يصير، لأنه راح تمسح راسها على الحنة، وهذا مو مسح على الراس، مسح على الحنة، فيكون وضوءها باطل. فإذا وضوءها باطل تكون صلاتها فيها إشكال. صار واضح؟ فإذن اللي على رأسه حنة تقدر تصلي، بس بشرط تكون شنو متوضي قبل ما تضع الحنة. صار واضح؟ مثل الأخت المتمكيجة تقول أقدر أصلي وأنا متمكيجة، أقول ماكو إشكال، بس المهم تكوني متوضي قبل ما تخلي المكياج، قبل ما تخلي المكياج توضي وصلي. النساء يتمكيجن لأهلهن أو لزوجها كذا، ما في إشكال، فقبل ما تمكيجين توضي حتى لما يصير وقت الصلاة أنت بمكياجك تقدرين تصلين بوضوئك قبل المكياج. أما إذا خليتي مكياج ما يصير تتوضين، لأن هذا كله ما يخلي الماء يوصل إلى البشرة اللي لازم تغسليها بشكل صحيح. سؤال أخو الأخ مازن أخوه يقول أنا أيام شبابي كنت أصوم، ولكن ما كنت أعرف أن الجنابة تفطر، وكنت أنا في الواقع أجنب نفسي أيام الشباب، وأنا ما أدري بيني ما بين الله أن هذا الأمر يبطل الصوم ويفطر الصوم. أقول له أنت ما دام كنت جاهل، ما كنت تعرف أن الجنابة وأن الإجناب الإنسان نفسه يبطل الصوم. إجناب الإنسان مو الجنابة، الجنابة قد واحد نايم ويجنب ما يأثر بالصوم، صوم صحيح، ولكن أن يجنب نفسه هو عمدا سواء عليه حال بالحلال أو بالحرام هذا مبطل الصوم. بس هو ما كان يدري. أقول له اقضي تلك الأيام، اقضيها قضاء ما عليه كفارة،
اقضيها واستغفر الله سبحانه وتعالى. بصمة طوني بلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مولانا، هل يجوز إشراك أكثر من نفر واحد في ختمة القرآن؟ أرجو الرد على ذلك السؤال. سؤال عليه حال واضح، وكم مرة احنا جاوبنا عليه، أنه يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن ويشرك أكثر من واحد في ثواب قراءة القرآن. بلي بلي بلي، يجوز يجوز يجوز. شو المشكلة أنا أقرأ القرآن وأجعل ثواب قراءة القرآن لمئة ألف إنسان؟ شو المشكلة يعني مئة ألف إنسان؟ سيدهم وش حسب تعبير واحد يقول شو يوصل إلهم؟ لا يا حبيبي، القضايا المعنوية والثواب والأجر اللي الله سبحانه وتعالى وضعه للأعمال مو مثلنا إحنا، مثل الفلوس هاي مئة ألف إذا وزعتها العشر نفرات كل واحد 10,000، وإذا وزعتها الألف نفر كل واحد على أي حال يحصل له فشي بسيط، مو هالشكل، مو مثل فلوسنا ومثل أشياءنا اللي إحنا نوزعها. رب العالمين أجر اللي ينطيه مو مثل أجرنا ومو مثل سوالفنا إحنا. رب العالمين يقول أنت لما تقرأ القرآن أنا أعطيك أجر، هذا الأجر لو تخليه المئة ألف إنسان أنا كلهم أوصل لهم نفس الأجر، نفس الأجر أخليه لفلان وفلان 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 وفلان. على بعض الأحيان أقول للإخوان لما يروحون للعمرة أو يروحون لزيارة الإمام أميرنين، لما يصلون مثلا صلاة مستحبة، أقول لك على هاي ثواب. شنو ثواب؟ كل من سألك الدعاء، كل من على حال له حق عليك، والديك، أساتذتك، علمائك، مراجعك، كله يوصل الثواب، يصل الثواب إليهم جميعا ولا ينقص من ثوابك شيء. فإشراك الناس في قراءة القرآن وثواب قراءة القرآن هذا لا إشكال فيه ويجوز ذلك ولا ينقص من أجركم شيء كما ورد في الروايات. نعم، بصمة أخرى تفضلوا. يجوز أنه الإنسان يسجل مكالمة صديقة أو أقاربة أو زميلة بالعمل، هذه البرامج أكيد راح تسبب يعني مشاكل وزعزعة للثقة بين الناس. الإنسان ما معصوم، يعني قد تطلع منه كلمة منا كلمة منا. يعني مولانا، هل يجوز وفق رأي سماحة السيد السيستاني الله يحفظه أنه نصب هاي البرامج؟ السلام. بلي، شوفوا سؤال في محله وجميل وضروري، أنه هل يجوز الإنسان أن يسجل مكالمات الناس بدون إذنهم؟ بدون إذن أن أسجل مكالمته يجوز؟ الجواب، اسمعوا جيدا الجواب، الجواب إذا كانت مكالمة خاصة، مكالمة على أي حال ليس فيها حسب تعبيرنا الدعاوى وإثبات حق وإثبات كذا، وبعض الأحيان أنا أريد أخذ اعتراف من واحد، أريد أخذ على أنا حسب تعبيري أنا مسوي علي دعوة كيدية، وهي الدعوة الكيدية ما عندي دليل على أنها دعوة كيدية، فأريد أنا بالتليفون أسحب من اعتراف حتى أقول للقاضي ترى شوف يا قاضي هذا يكذب، هذا دليلي. إذا مر هالشكل أنا مظلوم أريد أرفع ظلامتي، أنا مغبون أريد أرفع غبني، أنا على حال حسب تعبيرنا مجني علي وأريد أرفع الجناية عني، هذا ما في إشكال، من باب أنه أنا أريد أوجد لنفسي وثيقة إذا كانت هالوثائق تشتغل ما أدري، بس عموما لا إشكال إذا كان هناك ظلام وهناك حقوق أريد أنا أثبتها بهاي المكالمة، ما في مشكلة. أما إذا اتصال تليفوني بين صديقين يسولفون وكذا تجي تنشر على أساس، هذا لا يجوز ذلك. أنا قد أشاق وهذا الشقة وهذا المزاح، قد الناس بيني وبينك أنا أمزح بس الناس قد ما يتحملوا، أنت لما تنشر هذا المزاح هذا قد يسقطني، قد هذا يأثر على شخصيتي وكرامتي وما إلى ذلك. فالخصوصيات، اسمعوا جيدا راح أجاوب على الجواب على المسألة هذه، الأمور الخاصة والخصوصيات التي لا يجيز صاحبها أن تنشر وتسجل لا يجوز، أما إذا كان فيها جنبة حقوق وإحقاق حق ودفع ظلامة فيجوز ذلك
لدفع الظلامة وإحقاق الحق. صار واضح؟ جيد. سيد هاشم تفضل. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولاي اشتريت سيارة. اشتريت؟ اشتريت سيارة. اي نعم. والسيارة لعائلتي. للعائلة اي. يصير أدفع خمس إلها لو لا؟ فلوس السيارة شلون يا سيدنا؟ فلوس فلوس نعم السيارة. مولاي بيتي كلها مخمسة. بلي الحمد لله والشكر لك الحمد ولك الشكر. الله يبارك فيك. كلها مخمسة بيتي كلها. وفلوس السيارة يعني أي فلوس السيارة هو المبلغ اللي يصير عندي مولاي. بلي أطلع خمسة مثلا المئة ألف خمسة عشرين. بلي أطل أعزل العشرين هاي عرفت أربعين فهذني أنا فلوس مخمسات وبيت مخمس جيد وأشيل يعني من أروح من نانا أروح نجف أروح كربلاء بطريقي ما أخذ مبلغ من عندهم مبلغ ما أخذ بالطريق ما يطوني بس ما أخذ زين هل ممكن يعني يصير أدفع لها خمس ولا مولاي؟ واضح 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 واضح. شوف حبيبي سيدنا سيد هاشم أنت بيتك كله مخمسة جزاك الله خير وفلوس السيارة أنت أيضا مخمسها فلوس السيارة أنت مخمسها يعني سيارتك بمال مخمس فإذا بمال مخمس كله حلال وطلال وإن شاء الله مبارك لك ليس فيه خمس. يقول سيدنا أنا أخذ ناس وياي أشيل ناس وياي يطوني فلوس خلي يطوك فلوس شكوا بيها يطوك أجرة ما في إشكال يعني أخذ أجرة أشتري بيها بنزينات ما في مشكلة ولكن أن هاي الأجور الطونياها عليها خمس لا إذا صرفتها ما عليها خمس فليصير عندك خوف من كل مال يوصل إليك لازم يتخمس لا يوصل إلي المال إذا صرفته ما عليها خمس إذا بقى لمدة سنة عليها خمس فماكو إشكال سيدنا وإن شاء الله تعالى الله يبارك في سيارتك يبارك في عائلتك ويبارك في حياتك وصحتك إن شاء الله تعالى. نعم بصمة صوتية. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا صاحب حسيني واشتريت فرشات جديدة للحسيني. شلون حبيبي؟ والتقديمات خذتن فرشتن بالبيت. هل يجوز هذا الشيء أو لا يجوز؟ الله يوفقكم. فرشات جديدة للحسيني. السلام عليكم. عفوا خلي أجاوب على الأخ. الصاحب حسيني يقول اشترى فرش جديد للحسينية. وأكو فرشات قديمة. شنو اللي يسويها؟ شوف حبيبي. الفرشات القديمة إذا أنت ما تحتاجها تقدر تعطيها إلى حسينية أخرى إلى موكب آخر إذا كانت هي شنو موقوفة إذا كانت موقوفة وقف فلازم تنطيها إلى حسينية أخرى مثيلاتها إلى أماكن للعبادة مثيلاتها. أما تقول لا سيدنا تبرعات ناس جابوها تبرعات وإحنا بعد استكفينا ما نحتاجها تقدر تعطيها إلى أي واحد أنت كمتولي يجوز أن تدفعها لأي واحد ما في أي مشكلة لأن ضمن التبرعات التي شنو يمكن إنسان يستغني عنها ينطيها إلى آخرين لا أشكال في ذلك. نعم نعم تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. صوت أحد يعطيني حاجة. نعم يقول لي هاي إلك وأخذها يجي مرة ثانية ورا شهر شهرين سنة سنتين يجي ياخذها يقول لي هاي الحاجه اللي من فلوسي الى حق يقول الى حق يرجع ياخذها اذا هو اعطاني هاي الحاجه وصارت مالتي شلون ياخذها؟ واضح واضح سؤال واضح. يظهر هذه الاخت عندها مشكله مع اخيها مع زوجها. بعض الازواج يعطون شيء لزوجتهم يقول يا أبا هذا الخاتم إليك اشتريته اليوم عيد ميلادك أو ذكرى زواجنا هذا إليك هدية مسكينة متاخذة جزاك الله خير والله يعطيك العافية وعلى حال مودتهم تزداد. يقول بعد فترة يقول هذا الخاتم أنا مالتي أنا اشتريته بفلوس رجعي لي. إخواني الهبة الهبة يعني الهدية الهبة لما تنطيها نفس الوقت تقدر ترجعها نفس الوقت تقدر ترجعها نفس الوقت تقدر ترجع بس إذا أخذت إذا أعطيت شيء هبة والهبة استعملت يعني استعملتها ولبستها وتصرفت بيها خلص
الهبة لا تسترجع إذا تصرف فيها. فالهبة والهدية لما تنطيها خلاص، فلما تصرف فيها صاحبها وعن الطوني مثلا أنطاني حسب تعبيره مولدة، قال هاي هبة مولدة جزاك الله خير مشكور، وشغلت المولدة وبالبيت وخلي لها بنزين وخلي لها مدري إيش ودهن، ما التي بعد صار هذا، بعد فترة صار عنده مشكلة وياي أو صار عنده سالفة، ولا رجع لي هذه أنا أعطيتك. لا، الهبة إذا أعطيت وتصرف بها الإنسان واستعملها خلاص لا ترد ولا تسترجع. صار واضح إن شاء الله؟ نعم. بصمة أخرى. وقت خلص، ما أدري إذا عندي أكو بصمة. جيد. الأخ المخرج يقول الوقت انتهى، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويجعل عاقبة أمرنا وأمركم خيرا ويعجل في ظهور إمام زماننا. إخواني لا تنسوا إمام زماننا من الدعاء والتوجه إليه والسلام إليه ورعايته، رعايته بأن نستذكر دائما ونحافظ على سلوكياتنا وعلى أمورنا حتى لا ينزعج قلبه المبارك عنا ولا يتأذى من تصرفاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرجه ويرحم شهدائنا ويعافي جرحانا. لا تنسوني والدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.